بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سالم منيس من عماد بن بلال، مترشح على عماد بن بلال. مستوى التعليم جامعي، نعمل في نشاط مقريفي. ترشحت على ديانة بن بلال، وأكثر البرنامج من مركزين عليهم في بن بلال تجديد شبكة الماء صراحة لصيانة الشراب التي تكاد تكون معدمة على كامل المتساكنين جهة. تعبيد المسالك الفلاحية وربط الأحياء بعضها ببعض، والتنوير العمومي خاصة في الأحياء السكنية. كذلك تزخر عماد بن بلال بثلاثة قصور ضخمة، سنعمل على ترميمها وجعلها وجهة سياحية وخلق فرص عمل للشباب لأبناء الجهة، إحداث روضة عمومية لأبناء الجهة ومركز بريد. هذه جل مختصر البرنامج الانتخابي، وإن شاء الله في الدورة الثانية في البرنامج في الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية تكون الكثافة للمواطنين باش يختاروا الناخب بتاعهم واللي يراوه أجدر في هذا المكان. في الختام نشكر الهيئة المستقلة للانتخابات على إتاحة هذه الفرصة، وشكرا والسلام.